I doubt it completely أشك that في ذلك anything تماما Iran بأن does أي ما may تقوم به إيران alter Netanyahu's يمكن أن يغير political calculus. الحسابات السياسية لنتنياهو. أشك في ذلك. نتنياهو ملتزم بالفعل لنصر ساحق، والولايات المتحدة تضغط كثيرا عليه وعلى حكومته، وإلى الآن فهو لم يستجب لذلك، حتى وأن الولايات المتحدة يمكن أن تضغط أكثر وأكثر بالأدوات الكبرى لدى الولايات المتحدة، مثل التوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، ولكنها لم تقم بذلك وليست على وشك أن تقوم بذلك. فإذا نتنياهو ملتزم بالنصر الساحق، وكلنا نعلم بأن هذا النصر الساحق لن يتحقق على ساحة المعركة. من الصعب جدا أن يكون عسكريا، وفي ذات الوقت فهو يرفض أن يقبل أي وقف لإطلاق النار. فإذا الدفع مؤخرا باتجاه رفح يبدو بأنه ملتزم تماما بذلك. الولايات المتحدة ضد أي عملية كبرى، ولكن إذا ما قرأنا ما بين السطور فإن الولايات المتحدة ربما تدعم عمليات محدودة في رفح مكافئة لما قاموا به لإنقاذ الرهينتين، فإذا أعتقد بأنها قد تسمح بشيء من هذا القبيل. وفي ذات الوقت فهناك تواصل لبعض من وقف إطلاق النار المؤقت بدعم من الولايات المتحدة، ولإطلاق الرهائن، وكذلك لجلب المساعدات الإنسانية. ولكن المسألة كما ذكرتها في تقديمك أيضا، فإن رفح منطقة محدودة جدا، وهي مكتظة بحوالي 1.5 مليون نسمة هناك، وليس لديهم أي مأوى لينتقلوا إليه شمالا مثلا، وكذلك لا يستطيعون الانتقال إلى سيناء. فإذا هم عالقون هناك. وإضافة إلى ذلك، عندما تبدأ إسرائيل في عملياتها وقصفها المحدود، فإن المعابر الحدودية لن تكون مفتوحة، وهذا يعني بأنه لن تكون هناك أي مساعدات إنسانية. فإذا هذا موقف سيء جدا جدا، ولا أعرف إلى ما سيؤول، ولكن يبدو بأن حكومة نتنياهو ملتزمة تماما بأن تقتحم وأن تنهي ما تبقى من حماس وكتائبها في رفح.